أهلا وسهلا بحضراتكم متابعي موقع صدى البلد الإخباري في كل مكان. بشرى سارة جدا للمصريين اللي طبعا اللي هم بيرغبوا في استيراد سيارات من الخارج، حيث أعلن مجلس الوزراء اليوم عن بعض التطورات بشأن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج. وطبعا هنكون مع حضراتكم النهاردة في تغطيتنا عشان نوضح هذه التطورات ونعرض كل ما يخص استيراد السيارات من الخارج، وأيضا كمان كيفية استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. في البداية الحقيقة دكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن مجلس الوزراء وافق على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، ودول عددهم 84,000، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر وسداد قيمة الوديعة المقررة من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، وأيضا استكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سيارته. وأكد كمان وزير المالية أنه يعني من المفترض أنه هتبدأ أيضا إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية طبعا لمن سددوها بنسبة 100% قبل خفضها بنسبة 70% عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو بلد الإقامة. طبعا ده هيكون وفقا لاختيار كل عميل. وأكد وزير المالية أن صلاحية الموافقة الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وإن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية. ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي. طبعا يعني حضراتكم أكيد حفظتوا هذه الإجراءات، لو مش من الملك الأول يبقى 3 سنوات من الإفراج الجمركي، ولو الاستيراد من سيارة من الملك يعني شاريها من ملك أول خلاص مش مرتبطة بسنة صنع. ناحية تانية أشار الشحات غاتوري رئيس مصلحة الجمارك، طبعا مصلحة الجمارك المصرية، إلى التزام وزارة المالية بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، وذلك طبعا باعتبارها التزام على الخزانة العامة للدولة. وطبعا اللي يحب انه يسحب المبالغ المحولة من حسابه لصالح وزارة المالية والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية طبعا بيتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية وهيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد، وده طبعا خلال 3 أشهر. وأوضح كمان رئيس مصلحة الجمارك إن هناك سند اسمه سند استحقاق، ده طبعا بيكون من وزارة المالية على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج، وده بيكون بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري. طبعا يعني بتعتبر مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، دي طبعا من المبادرات اللي بتقدمها الحكومة في إطار التسهيل على المواطنين. طبعا عايزين نوضح لحضراتكم إن في مجموعة من الخطوات دي لازمة عشان تقدر تستكمل الإجراءات الخاصة بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك، وطبعا إلى أن تصل إلى أراضي الوطن. إيه هي الخطوات؟ يعني زي الموافقة على إضافة نافذة بالتطبيق تتضمن 3 بدائل لرد فرق الوديعة عن طريق استرداد كامل القيمة المستحقة على حساب المواطن المسجل في التطبيق على حسابه بالعملة الصعبة. أيضا السماح بشراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة
وفقا للفائدة المعلنة بالبنوك الوطنية، الاحتفاظ بالمبلغ لاستكمال استيراد سيارة أخرى للمستحقين من أفراد الأسرة. أيضا يجب استكمال إجراءات الطلبات المسجلة بالتطبيق تحت المراجعة ممن أثبتوا الجدية بتحويل المبلغ قبل انتهاء المدة المخصصة للمبادرة، وأيضا استكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للطلبات للمستوفين إجراءات التحويل والمراجعة للطلبات المقبولة. في حالة اختلاف مواصفات السيارة عند التخليص الجمركي عن الفئة المسجلة عليها وإثبات أنها فئة أعلى، يسمح بدفع القيمة المستحقة والتي تمثل الفرق المالي المستحق الخاص بفئة السيارة بالجمارك عن طريق كارت ائتمان دولي. وكمان بنوضح لحضراتكم أيضا أن الحكومة قامت بتخفيض قيمة الضريبة الجمركية المضافة على سيارات المصريين بالخارج بنسبة وصلت إلى 70%، ويقوم المواطن بدفع 30% فقط من قيمة الجمارك على السيارة، بالإضافة إلى باقي الرسوم اللي بيتم تسديدها كوديعة وتعود للمستفيد من المبادرة طبعا بعد 5 سنوات. كما تم كمان مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات حتى يعني تكون مناسبة لمن يرغب بالشراء بالتقسيط، فيصبح بإمكانه إحضارها بعد انتهاء فترة التقسيط الخاصة بها طبعا في الدولة اللي هو بيستوردها منها. أما بالنسبة بقى لخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، فبتكون عن طريق تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج، وبعدها طبعا بيتم إنشاء حساب بالبريد الإلكتروني، ومن ثم بقى بتقوم باختيار السيارة المراد استيرادها من أيقونة حاسبة الرسوم. يعني بيبقى فيه داخل التطبيق أيقونات بتحسب الرسوم الخاصة بكل سيارة طبعا عشان تبقى عارف هتدفع ايه رسوم. يعني السيارة مثلا نوع اكس او واي نوع كذا، لا دي رسومها محسوبة داخل يعني داخل هذا التطبيق، بيحسب لك وبيوضح لك كل حاجة. كمان يعني لازم يكون في متابعة لتعليمات التحويل البنكي، ومن ثم متابعة الطلب بعد التحويل للحصول على الموافقة الاستيرادية. ويعني دي كانت كل المعلومات يعني الخاصة بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج. طبعا لكل المهتمين بيها يعني حبينا ان احنا نستعرضها مع حضراتكم من خلال يعني هذه التغطية. وفي النهاية نشكر حضراتكم وإلى اللقاء.